هلا بنكون وصلنا بالدرس للجفتجو الحوار. طيب بهذا الدرس في عنا 3 جفتجو بدنا ناخذهم، يلا بنبلش فيهم. تبع اول جفتجو بين مين ومين؟ بيجان جولي. فاذا بين بيجان اللي هو اسم شاب وجولي اسم صبي، لنشوف الحوار يلي تم بيناتهم مثل العادة. هلا أنا أول شيء بقرأ الجفتجو وبنرجع بنبلش شارح فيهم جملة جملة. طيب بيجان سلام جولي صبح بخير. جولي سلام صبح بخير. آيا تو امروز صبح صبحانه خوردی؟ آره من امروز صبح صبحانه خوردم. آیا تو هم صبحانه خوردی؟ آره من هم صبحانه خوردم. تو صبحانه چی خوردی؟ من چای و نان و کره و عسل خوردم. اما من برای صبحانه چای و نان و پنیر خوردم. راستی کره و مربا هم خوردم. آفرین، صبحانه برای سلامت بدن خیلی مفید است. طيب بس هاني ملاحظة صغيرة، مثل ما قلنا مرة وين ما بنشوف هلا بهذا يعني بالسلايدات في عنا حرف الياء له نقطتين، مثل هاني مثل هون تحت حرف الياء لما يكون بآخر الكلمة في نقطتين قلنا هذا خطأ إملائي، لأنه قلنا إذا متذكرين الياء بالفارسي لما تكون بآخر الكلمة ما إلها نقطتين، بس هيدي من باب التذكير يعني يكون هو خطأ إملائي. طيب منبلش. سلام جالي صبح بخير، فإذا عم بيسلم عليها قال لها صباح الخير، شو ردت هي؟ سلام صبح بخير، سلام صباح الخير. طيب هلا بتبلش الأسئلة. آيا تو امروز صبح سبحانه خوردي؟ فإذا هل أنت اليوم صباحا، فإذا امروز معناتها اليوم، هذا اليوم today، هل أنت اليوم صباحا سبحانه خوردي، إذا أكلتي طعام الفطور؟ شو كان الجواب؟ أري، فإذا نعم. طيب هلا هي عم تحكي عن حالها، بدها تقول أنا أكلت طعام الفطور، لذلك الضمير شو صار؟ من. إذا من امروز صبح أنا اليوم صباحا سبحانه خوردم، أكلت طعام الفطور. طيب هلا هي بدها توجه له السؤال، آيا تو هم سبحانه خوردي؟ فإذا هم هي معناتها أيضا، فإذا هل أنت أيضا أكلت طعام الفطور؟ طيب شو قال له هو؟ قال له أري، فإذا نعم. من هم سبحانه خردم، أنا أيضا أكلت طعام الفطور. ممتاز. طيب هلا تو سبحانه شي خردي؟ طيب أول شيء في عنا هيدي شي، شو معناتها؟ أنا حطيتها هاني كتبتها على اليمين شي، أو أمرار بنلاقيها مكتوبة شي حرف هذا التشا وبدال يا فيها. طبعا هيدي تشي او تشي بتساوي تشي تشيزي، شو معناتها هيدي؟ معناتها ماذا، او مثل ما نقول بالعامية شو، يلي هي بالانجلش وات. طيب لما نقول تشي خوردي يعني ماذا اكلت او ماذا اكلتي، فاذا هو عم يسألها انه على الترويقة تشي خوردي ماذا اكلتي، شو كلتي؟ شو قالت له؟ من شاي بنام بكري بأسل خردم، فإذا أكل شاي وخبز وزبدة وعسل. طيب هلا هو لنشوف شو أكل هو، شو قال له هو؟ أما من براي سبحانه شاي ونان وبانير خردم. هلا هون أما مثل العربي أما، إذا أنا من أجل الترويقة شو أكلت؟ شاي وخبز وجبنة. طيب هلا شو فرقت بينه وبينه؟ ليش قال اما؟ لانه هو هون اكل جبنه، هي هون اكل زبده، فاذا في هذه فرق بيناتهم. طيب هلا هو عم بكفي، راستي كاري بمربى هم خوردة. طيب في عنا هذه الكلمه جديده راستي، شو معناتها هيدي راستي؟ راستي معناتها بالعربي بالمناسبه، طلعهم على اليمين بالمناسبه. هلا كيف بنقول بالانجلش باي ذا واي او انديد؟ فإذا هيدي هي، فإذا بالمناسبة أكلت أيضا زبدة ومربى.
هلا مربى مثل العربي المربى. فاذا هون بالمناسبه هو هون لما قال لها انه انا اكلت على الترويقه شاي وخبز وجبنه، رجع بده مثل يستدرك او انه يقول بعد شيء كان نسيانه، قال راستي. اذا بالمناسبه اكلت ايضا زبده ومربى. طيب اخر جمله آفرين. طيب هذه شو معناتها آفرين؟ هذه معناتها أحسنت أو مثلا برافو، well done، بهذا المعاني بتجي. فإذا well done أحسنت، هي شو عم تقول له؟ أحسنت، سبحانه براية سلامتي بدن خيلي مفيدة. فإذا ليك شو عم تقول له؟ طعام الفطور من أجل سلامة البدن خيلي مفيد أس. خيلي شو معناتها؟ خيلي معناتها كثيرا أو جدا، اللي هي very. فإذا شو عم تقول له؟ عم تقول له طعام الفطور مفيد جدا من أجل سلامة البدن. هذا هو أول جفتجو. طيب منروح هلأ للجفتجو الثاني، بين مين ومين؟ مريم وبارفيز. طيب بارفيز تو در مهمانی چای خوردی یا آب میوه؟ چای با قند یا با شکر؟ با شکر. تو چی؟ من آب میوه خوردم. آب میوه با کیک. طيب لحظة، هذا الجفتگو الجمل اللي له كتير صغيرة قصيرة يعني بالمقارنة مع هودي. هلا شو القضية؟ ليش هودي الجمل كتير صغار؟ هون هذا الجفتجو هو عمليا باللغة العامية مش باللغة الفصحى. بتعرفوا باللغة العامية بأي لغة يعني ما بنلتزم نحن بالقواعد، ما بنقول جمل طويلة، فينا نقول جمل كتير صغيرة. فإذا هيدي هي لحظة، بارفيز عم تعيط له تو دار مهماني تشاي خوردي يا آب ميفي. أول شيء في عنا هذه الكلمة مهماني، شو معناتها مهماني؟ مهماني بتجي بمعنى الحفلة، ضيافة، مأدبة، بارتي، فإذا بهالمعاني بتجي. فإذا على فرض هني في عندهم شي ضيافة أو حفلة مثلا هني موجودين فيها، شو عم تسأله هي؟ أنت في الحفلة أو في الضيافة شاي خوردي يا أب ميفي؟ فإذا أكلت الشاي أو العصير. طبعا هاني بس في بين قوسين خلينا نقول شغلة، مثلا نحن بالعربي ما بنقول أكلت الشاي، بنقول شربت الشاي. أما بالفارسي الفعل خورد اللي هو أكل يستعمل يعني للمأكولات وللمشروبات، تمام؟ فإذا حتى هو يعني يستعمل بهذه الطريقة. هلا في يقول مثلا تشاي نوشيدي اللي هو الفعل نوشيد شربه، بس الأكثر استعمالا هو خورد، يعني الفعل خورد اللي هو أكل يستعمل حتى للمشروبات. فإذا ما تستغربوا إذا شفتوها لهيك. طيب فإذا شو عم تسأله؟ إنه أنت شربت الشاي أو أب ميفي أو العصير. شو قال له؟ هو تشاي. لاحظوا كلمة واحدة مثل ما قلنا، لأنه يعني هذا بالعامية، يعني لاحظوا هاني ما قال مثلا من دار مهماني شاي خوردم، فإذا ما أنا إجابة كاملة، فإذا شاي. طيب السؤال الثاني، باخند يا باشكر؟ فإذا بالمكعبات، مع المكعبات أو مع السكر. إذا لاحظوا أصلا هذه الجملة ما فيها فعل، لاحظتوا ما فيها فعل، بس مثل ما قلنا لأنه هذه بالعامية ما في مشكلة. فإذا لنشوف هو شو جاوب. قال لا با شكر، فإذا مع السكر مش المكعبات. طيب توتشي، إذا لاحظوا هذه الجملة توتشي أنت شو؟ كيف بنقول مثلا بالانجلش وات اباوت يو، هيك شيء يعني. هلا بالعاميه مثلا نحن باللبناني بنقول انت شو؟ فاذا تو تشي، طيب انت شو؟ شو قالت له هي؟ مان اب مي في خوردم، فاذا انا اكلت او شربت العصير. اب مي في با كيك، فاذا العصير مع الكيك. بهذا الشكل بيكون خلص الجفتجو التاني. إذا لاحظوا يعني سمبل، منو صعب، سهل. طيب هلا بننتقل للجفتجو التالت. طيب بين مين ومين؟ منشي مهمان. طيب مهمان
هو الضيف. تمام. منشي، شو معناتها هيدي منشي؟ منشي هو السكرتير أو السكرتيرة، بنقول لهم بالفارسي منشي. طيب إذا في عنا ضيف جاية لنفترض لعند حدا، فمين استقبله؟ استقبله لنقول السكرتيرة، السكرتيرة تبع مثلا والله المدير، استقبلت هذا الضيف ودار بينهم حوار. لنشوف شو الحوار اللي دار. بابا خشيد، شما مهماني اغاي سعيدي هستيد؟ بله خيلي خوش آمدید. بفرمایید ایشان در مهمان خانه منتظر شما هستند. متشکرم. طيب فإذا لحتى نبلش شرح هيدا الجفتجو. طيب أول شيء عندنا هذه الكلمة بابا خشيد، هيدي كتير بنسمعها يعني بالمجتمع الإيراني. طيب بابا خشيد شو معناتها هيدي؟ بابا خشيد فإذا معناتها وين كتب أنا؟ هلا هون بابا خشيد مش كتب أنا هون. طيب معناتها هيدي كيف منقول بالإنجليش؟ excuse me، عذرا، أستميحك عذرا، بهيدا المعنى بتيجي. فإذا هنحط أول شيء بالإنجليش، فإذا excuse me، إذا هيدي بالفارسي بنقولها بابخشيت. فإذا عذرا، أو مثلا إذا بدنا نقول عفوا، طبعا كلهم هودي بيزبطوا بهذا المعنى، أستميحك عذرا إلى آخره. طيب فإذا بابخشيت شما مهمانة آغاي سعيدي هستيد. طيب هلا هي عم تسأله لهذا الضيف، قالت له شما أنتم مهمانة آغاي سعيدي هستيد. طبعا هاني أول شغلة ممكن تلفت لنا نظرنا أنه هو شخص واحد المخاطب، ليش استعملت شما؟ ليش ما قالت تو أنت؟ هاني الجواب هو أنه من باب الاحترام، مثل ما نحن بالعربي مثلا إذا بدنا نحترم شخص بقول له مثلا حضرتكم انتم، ما بقول له مثلا انت او حضرتك، فاذا بصير بصيغه الجمع هون نفس الفكره. وطبعا يعني بالمجتمع الايراني كثير يعني بموضوع الاحترام وكذا هذا الشيء يعني دارج ومتداول. فاذا هي عم تحترمه لهذا الضيف. شما فاذا انتم مهمانه اغاي سعيدي هستيد. فاذا انت ضيف. طيب في عنا هذه الكلمة آغا، هلا من دون هذه الياء، في عنا هذه الكلمة آغا شو معناتها؟ آغا كاتبها أنا هون هي معناتها السيد بالإنجليش مستر. طيب هلا وعلى نفس الطريقة إذا بدنا نقول السيدة أو مس، كيف بنقولها بالفارسي؟ خانوم. فإذا للذكر بنقول آغا وللأنثى بنقول خانوم، مستر ومس، السيد السيدة. طيب شو صارت الجملة؟ شما مهماني آغاي سعيدي هستيد. فإذا أنت أو أنتم للاحترام ضيف السيد سعيدي. طيب لنفترض هو السعيدي هو المدير، عم تقول له أنت ضيف السيد سعيدي. طيب وهستيد هي شي، ما بدنا ننسى قلنا أي جملة بالفارسي لازم يكون فيها فعل، وهون مين الفعل؟ هو فعل الكون، تكون أو تكونون. طيب ليش مصرف بهذه الطريقة هاستيد؟ لأنه مين الفاعل؟ شما، شما بتاخد يا ودال. طيب شو كان الجواب؟ بلى، إذا نعم. طيب شو قالت له؟ خيلي خوش آمدي. طيب خيلي قلنا معناتها جدا. طيب هيدي شو معناتها خوش آمدي؟ خوش آمدي هيدي معناتها أهلا وسهلا، نقول مثلا بالإنجليش ويلكم. فإذا شو عم تقول له؟ خيلي خوش آمدید، أهلا وسهلا. إذا هيدي للترحيب، يعني إذا بدنا نرحب بحدا نستعملها لهيدي العبارة خوش آمدید. طيب بفرمايد، طيب هاي شو معناتها بفرمايد؟ بفرمايد معناتها تفضلوا. فإذا أول شيء رحبت فيه رجعت عم تقول له تفضل، تفضلوا. طيب إيشان در مهمان خانه منتظرة شما هستن. طيب أول شيء في عنا هذه الكلمة إيشان،
كلمة جديدة. وفي عنا هاني مهمان خاني. طيب لنبلش بهيدي. مهمان لحالة معناتها الضيف، خانة لحالة معناتها البيت. طيب هيدي كلها مع بعضها مهمان خانة، شو بصير معناتها؟ بصير معناتها غرفة الضيوف. فإذا هي عمليا شو بدها تقول له؟ هلا ما شو تقول. طيب في عنا هيدي إيشان، شو معناتها؟ إيشان ما هي ذاتها آنها، هي ذاتها آنها. طيب هلا بس هون في ملاحظة صغيرة بيناتهم. أول شيء إيشان، فإذا قلنا هي ذاتها آنها. طيب شو الفرق؟ في فرق بسيط بالاستعمال بيناتهم بالاستخدام. آنها حاطط أنا للعاقل وغير العاقل. فإذا آنها كضمير في استعمالها للعاقل وفي استعمالها لغير العاقل. مثلا إذا قلنا مدرسة، ها المدارس، بدي أعبر عنها بضمير بقول آنها، ما في يقول إيشان. ليش؟ لأنه إيشان هي لمين؟ فقط للعاقل. فإذا نفترض عندي مثلا مدير، ها المدراء مثلا، بدي أعبر عنها بضمير، بدي أقول هم. هاني يا بحط آنها يا بحط إيشان، اثنيناتهم بيزبط. ليش؟ لأنه المدير هو عاقل، وللعاقل فيه استعمل له إيشان وفيه استعمل له آنها. أما مدرسة، ها لما يكون في شيء غير عاقل ما فيه استعمل إيشان. فإذا هيدي يعني وحدة من الشغلات الفرق بيناتهم. وطبعا كمان إيشان هي فينا نقول للمبالغة بالاحترام. يعني مثلا أنا عم بحكي عن شخص غائب، شخص غائب بدي احترمه وبدي بالغ بالاحترام، بستعمل ايشان هم. طيب على كل الاحوال هلا مبدئيا اذا ما بدنا نفوت بهذا التفصيل، خلينا نحن نقول انه ايشان تعادل الضمير انها. طيب نرجع لها. اذا هي هون ايشان، هلا الضمير لمين راجع؟ راجع عن المدير. ايشان دار مهمان خانه منتظر شما هستان. فاذا ايشان يلي هو المدير، فاذا هم طبعا ليش عم تقول هم عن المدير؟ كمان من باب الاحترام، يعني ما قالت او ما قالت هو، من باب الاحترام. فاذا في غرفة الضيوف. طيب منتظر شما، هيدي منتظر شما يعني منتظركم، منتظر شما فاذا معناتها منتظركم. طيب وهستاند، شي هاي هستاند منين طلعت؟ ما بدنا ننسى نفس الشيء اللي بنضل نقوله، انه عطول باخر الجمله الفارسيه بده يكون في عنا فعل. طيب هون الفعل هو فعل الكون، الفيرب تو بي. مين هو الفاعل بهيدي الجمله؟ نطلع على بدايه الجمله، ايشان يلي هي انها. انها شو بتاخذ؟ نون ودال. من هون خلق الهاستان. هلا هون بس كمان من باب التوضيح، مثلا لاحظوا حطيت انا هون 3 جمل، لنفرجيكم الفرق والاستعمال بيناتهم. مثلا لاحظوا معي هذه الجملة، لما عم أقول إيشان منتظر شما هستان، إذا عم ترجمها للعربي هاي شو معناتها؟ هو أو هم، الآن حسب إذا المخاطب شخص واحد أو عدة أشخاص. ممكن شخص واحد بدي احترمه فأنا أقصد أقول عنه إيشان. على كل الأحوال هو أو هم. طيب منتظر شما، فإذا منتظرة شما شو بتصير؟ منتظركم. فإذا هو منتظر شما يعني منتظركم. هذه هي بالعربي. وهستاند هي الفيرب تو بي لاحقة لمين؟ تابعة لإيشان. طيب ترضوا عندي هيك من منتظرته هستاند. لاحظوا هون شو الفرق، من هي أنا، منتظرته منتظرك. فإذا إذا بدي أقول بالعربي أنا منتظرك، شفتوا كيف صارت؟ من منتظرته هيدي منتظرك. طيب وهستام منين خلقت؟ عم تتبع لمن. إذا أنا منتظرك. طيب طب إذا بدي أقول أنت منتظري، أنت منتظري كيف بتصير؟ أنت هي تو. طيب ومنتظري لإلي منتظري من، صح؟ منتظري لإلي منتظر من. طيب يبقى عنا بدي احط فعل الكون اللي هو الفيرب تو بي، بتطلع على مين الفاعل؟ تو. تو شو بتاخذ؟ يا. فاذا بهذا الشكل استعمله لهون.
طبعا هودي بس من باب التوضيح. طيب فإذا نرجع هلا للجملة كلها لحتى نشوف شو صارت. بفرمايد تفضل. إيشان دار مهمان خانة منتظر شما هستن. فإذا هو المدير في غرفة الضيوف منتظركم. هيدي هي. شو قال له هو؟ متشكرا. فإذا متشكرا طبعا قريبة على العربي يعني شكرا. خلص هيدا الجفتجو. طيب هلا بنشوف شو مكتوب هون. لاحظوا مكتوب رسمي غير رسمي. رسمي قلنا هي اللغة الرسمية الفصحى، غير رسمي هي العامية. تشات جي بي تي اللي هي قلنا معناتها ماذا بالعامية، كيف بنقولها تشي؟ فإذا بتصير تشي بالعامية. طيب كمان هون في عنا دوستانه مؤدبانه. دوستانه معناتها يعني فريندلي، يعني بشكل ودي. طبعا لما يكونوا اصدقاء بيعرفوا بعض كذا، ما في رسميات بيناتهم. ومؤدبانه هي من باب الاحترام، بشكل مؤدب. طيب فاذا تو انت، اذا مثلا انا رفيقي قدامي فيي اقول له انت، اما اذا حدا مثلا بدي احترمه كذا بقول له شو ما انتم. بنفس الطريقه اذا انا عم بحكي عن شخص غائب بعرفه مثلا رفيقي او شيء بقول عنه او هو، اما اذا بدي احترمه بدي اقول هم كذا بقول ايشان او بقول انها. بس مثل ما قلنا ايشان هي مثل مبالغه بالاحترام. طيب بهذا الشكل كمان بيكون خلص هيدا الجفتجو. هلا طبعا هودي الثلاثه جفتجو، هلا في عليهم هون اكسرسايزات على نفس الطريقه طبعا هن. هلا يعني فيكم هودي تحلوهم من باب الإفادة، يعني من باب الاستفادة. هن قراب على هودي على نفس يعني على نفس المبدأ، فيكن تحلوهن وتستفيدوا منه. طيب بنيجي لآخر تمرين بهيدا الدرس. شو بيقول بهيدا التمرين؟ تمريني هفده هم با كلمة هاي زير جملة بسازيد. فإذا بدنا نصنع جملة باستعمال هودي الكلمات. طبعا لاحظوا بكل رقم في عنا كلمتين موجودين. هاني بدنا نحط جملة يكونوا الكلمتين بنفس الوقت موجودين بهذه الجملة. طيب مثلا عنا هاني رقم 2 سلامات و تشاي، السلامة أو الصحة وشاي الشاي. طيب شوف هي حط انا هان جملة عليها مثلا، في حط جملة قريبة مرقت معي بالدرس انه والله مثلا الشاي من اجل سلامة او من اجل صحة البدن شو مفيد. طيب كيف بقولها هيدي بالفارسي؟ شاي من اجل، يعني هي براي براي سلامتي بدن. طيب إذا قلت بدن ما يعني بدننا مع الضمير، بدن ما يعني بدننا فإذا أو جسدنا. فإذا الشاي من أجل صحة أو سلامة بدننا شو بدي أقول؟ مفيد مفيد. طيب هيدي بالعربي. شو بعد هلأ أنا إذا عم بحكي فارسي شو بعد ناقصني؟ بعد ناقصني الفاعل اللي هو الفيرب تو بي. من هو الفاعل هون؟ الشاي. الشاي يلي هو هو، فإذا بدي أحط أس. خلصت هذه الجملة. شاي براي سلامة بدن أو بدن ما مفيد. طيب مثلا روحوا معي لهذه السفرة خانة. فإذا السفرة والبيت. شوفي هي حط هاني جملة. مثلا إذا بدي أقول هل أنتم أو لا، مثلا جملة غير. والله بدي أقول الأم مثلا البارحة مثلا وضعت الطعام فوق السفرة، تمام، في المنزل مثلا. كمان بدي أقول هذه الجملة. طيب أول شيء قلنا شو بنحط بالجملة الفارسية؟ الفاعل والظرف الزمن قيد الزمن. طيب الأم هي شو؟ ما دار. طيب إذا بدي أقول يعني البارحة بيروز، فإذا ما دار
فيروز. طيب هلا بعدين من بنحط اذا عم يعني نتبع ساختار الجملة دار زباني فارسي؟ قلنا هلا بيجي المفعول، ومين بيجي من بعد المفعول؟ الراء. فاذا ما دار ديروز، انا شو بدي اقول؟ وضعت الطعام. الطعام شو معناتها بالفرسي؟ غازون. طيب هذا المفعول، بعد المفعول من بيجي؟ راء. طيب وضعت الطعام، بدي اقول مثلا في المنزل فوق السفرة. طيب في المنزل دار قاني. طيب فوق السفرة أو على السفرة روية، لحظة عم بستفيد من الكلمات يلي مرقين معي يلي بعرف، روية سفرة. طيب وشو بعد ناقصني؟ بعد ناقصني الفعل. أنا عم أقول وضع، شو هو الفعل وضع؟ جزاشت. فإذا بهذا الشكل لحظة بتكون طلعت معي هيدي الجملة. ما دار ديروز غزارة در خانة روی سفره گذاشت. طيب مثلا خلينا نعمل هيدا، ليفان نوه. فإذا الكوباية وعندنا نوه، هيدي مشنا لاحظوا في ضمة على النون، نوه نوه اللي هو الرقم 9. طيب الرقم 9 طرد، وشو بدي اقول انا هون الجملة؟ مثلا بدي اقول انا شربت مثلا 9 كوبايات ماي، بدي اقول هذه الجملة. طيب انا من، طيب شربت، خليني اتركه للاخر لانه هو الفعل. هلا بدي اقول 9 كوبايات ماي، اذا فعلا في عندي عدد وعندي معدود. طيب على طول قلنا بنحط العدد نرجع بنحط المعدود، العدد هو 9 نوه. طيب المعدود هو مين؟ الكوباية، صح؟ كوباية الماء ليفون. طيب لاحظ ما بدنا ننسى انه المعدود بالفارسي على طول بصيغة المفرد، لذلك قلت نه ليفون ما قلت ليفون ها. طيب 9 كوبايات ماي، ماي شو معناتها بالفارسي؟ آب. طيب اذا انا 9 كوبايات ماي، شو بقى بدي اقول؟ شربته اللي هو الفعل قوردان. فاذا من نه ليفون اب قوردان، خلصت. طيب خلونا نعمل بعد وحده هيدي، مثلا شيش ومفيد. طيب او لا، هلا هيدي اذا بدنا نقول يعني بدها تطلع قريبه على هيدي انه والله مفيد للصحه او للسلامه. طيب لا خلونا نعمل هيدي، جوزاشتيد مهمان خانه. طيب فاللي عندنا مهمان خانه هو غرفه الضيوف مثل ما قلنا. طيب وعندنا جوزاشتيد، اول شيء الفعل وينه؟ جوزاشت وضع، مصرف مع جوزاشتيد وضعتم. طيب طالما وضعتم فاذا اكيد الفاعل شو بده يكون؟ انتم. يعني أنا هلأ مضطر الفاعل يكون أنتم لأنه الفعل هو جوزاشتيد وضعتم. طيب شو بدي أحط هون جملة؟ مثلا افترضوا بدي أقول هل أنتم وضعتم كتاب الفارسي في غرفة الضيوف؟ بدي أقولها. طيب هل أنتم، فإذا في عندي جملة استفهامية يا أنتم هي شو ما. طيب هلأ مين بدي أحط؟ بدي أحط هلأ المفعول، صح؟ ومن بعد الراء يا شو ما. المفعول هو شو؟ قلت أنا كتاب الفارسي، فإذا كتابة فارسي هذا المفعول. مين بيجي من بعد المفعول؟ الراء يا شو ما، كتابة فارسي را. طيب حطينا الراء، هلأ بدي أقول أنا فإذا وضعتم كتاب الفارسي وين؟ في غرفة الضيوف. هلا يعني مين بدنا نحط؟ بدي حط حرف إضافة وقيدة زمان، إذا عم بلتزم بتركيب الجملة يلي بعرف. فإذا في غرفة الضيوف، در غرفة الضيوف هي مهمان خانة. طيب هل أنتم، فإذا كتاب الفارسي في غرفة الضيوف، شو بعد ناقصني؟ وضعتم يلي هو الفعل جزاش إيد، وعندي علامة استفهام لأنه جملة استفهام. فإذا لاحظوا إذا نتطلع على هذه الجمل، مبدئيا نحن صرنا نعرف نركب جمل
مانا يعني السمبل، مانا انه والله جمل بسيطة، بالعكس جمل كبيرة وجمل يعتد بها. طبعا هاني بس برجع بذكر انه موضوع الجمل، تأليف الجمل، او لما يكون في عندي كلمات انا بدي اركب الجملة منهم، مثل ما قلنا هاني يحبذ انه توقفوا يعني الفيديو وانتوا تحلوا هذا التمرين، وبعدها تتفرجوا على تصحيح الجمل، لانه لازم الواحد يحل ويغلط لحتى يستفيد من اخطائه، وإلا إذا بس بده يعني يتفرج على الحال ما بيكون عم يستفيد كتير. وهيك بنكون خلصنا هيدا الدرس.